المحاضرة 5 الجزء الثاني منها مهم جدا ويمكن سؤال منها في الامتحان. As woman that you have a new contract for 20 units of X2, how would you change your optimal solution؟ هو بيقول ان X2 اكبر من او يساوي 20. هو هيضيف مشروع جديد بنسبة 20، بيقول ان X2 اكبر من او تساوي 20. احلها ازاي؟ احنا عندنا اكبر من، احنا كنا قايلين في الاول خالص لو اكبر من يبقى بزود، بنقص وازود الاتنين مع بعض. طب لو اقل من بزود. انا عندي هنا اكبر من او يساوي، طب انا عندي هنا X2 هنقص ايه وازود ايه؟ انا هنا في جدول الحل الامثل كان عندي اخر رقم وصلت ليه في جدول الحل الامثل ده، كده جدول الحل الامثل بتاعي اللي احنا شغالين عليه من الاول. اخر رقم كنت واصله له ايه؟ كان X7. يبقى انا ايه اللي بعد X6؟ ايه اخر رقم احنا وقفنا عنده؟ كان X6. ايه اخر رقم اللي بعد X6؟ X7. يبقى انا هزود إيه؟ هنقص هنا X7 وازود X8. كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 20. هاخد الارقام دي واحطها عندي في الجدول. انا لما باجي احط في جدول الحل عندي ما بحطش X7، بحط X8. يعني انا هحط في جدول الحل عندي هنا هاخد X8، هحط هنا X8. طب X7 مش هحطها هنا؟ لا مش هحطها عندي هنا. طب X8 عندي الربحية بتاعتها كام؟ 20. طب ما انساش احط هنا ماينس M، تمام. بعد كده انا عندي اكس، عندي X2 بكام؟ عندي X2 بواحد. طب وعندي X7 بسالب واحد، وعندي X8 بواحد. طب وبقيت القيم فوق ديت هحط بدلها صفار كده، وهنا هحط صفار 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 صفار. هبتدي اجيب الزي واجيب السي ماينس زي عشان اعرف مين اللي هيخش جدول الحل ومين اللي هعمل له انتر ومين اللي هدخل مين مكان مين. فهنا هقول 32 في 70 زائد 48 في 0 زائد 16 في 50 زائد 20 في سالب ام، هيديني 30,000. 3040 ماينس 20 ام. بعد كده هقول 1 في 70 والباقي كله هنا صفر، هيديني 70. 1 في 50 وواحد في سالب ام هيديني 50 ناقص ام. بعد كده هنا هقول 2 في 70 ناقص 3 في 0 ناقص 1 في 50 هيديني 90، هيديني هنا برضو 60، وهنا هيديني 0، وهنا هيديني 6 عشان هنقول سالب 5 في 70 زائد سالب 4 على 5 في 0 زائد 2 على 5 في 50 زائد 0 في سالب ام هيديني 6. طب وهنا هيديني هنا سالب 1 في سالب ام، سالب في سالب بموجب هيبقى موجب ام. طب وانا عندي هنا 1 في سالب ام هيديني سالب ام. طب انا عندي هنا الام فوق الربحية بتاعتها بكام؟ بسالب ام، تمام. هنجيب السي ماينس زي، اجيب السي ماينس زي ازاي؟ بجيب اللي فوق ناقص اللي تحت، 70 ناقص 70 هيساوي 0. بعد كده 50 ناقص 50 ناقص ام، لما اقول 50 ناقص 50 ناقص ناقص يبقى موجب، موجب ام، يبقى 50 مع 50 هتروح هيبقى لي موجب ام، هنا هيبقى لي سالب 30، هنا سالب 26، هنا دي ب26، يبقى هنا سالب 26 وهنا هتبقى بصفر، وهنا سالب 6 وهنا سالب ناقص ام هيديني سالب ام، وهنا سالب ام مع ناقص ناقص ام هيديني سالب وسالب هيديني موجب، يبقى سالب ام ناقص ام هيديني 0. هنا انا هدخل القيم الاكبر اللي هي الموجب، اللي هي هقول انتر لاكبر قيمة موجبة. انا هنا عندي صفر وعندي سالب وعندي سالب وعندي صفر وعندي سالب وعندي سالب وعندي ام وعندي صفر، يبقى هعمل انتر للام دي، مش الانتر الام ديت موجبة، هعمل لها انتر. فين بقى هقسم الليفل
على ده عشان اعرف على اكس 2 عشان اعرف مين اللي هيخش مكان مين، وانا في نفس العمود عشان عينيا ما تسرحش هروح عامله كده كده. لما اجي اقول هنا صفر ينفع اقسم 48 على صفر ولا ليها اي لازمه؟ يبقى كذلك لا اقسم على صفر ولا اقسم على سالب. انا عندي 16 على الواحد هنا فيها الستاشر، وعندي 20 على الواحد فيها العشرين. انا بعمل دروب لاقل قيمه، يبقى هعمل هنا دروب. هدخل مين مكان مين كده؟ انا كده هدخل اكس 2 مكان اكس 2، هنقلها هنا. انا عندي كده في الجدول ده هيبقى عندي اكس، هيبقى عندي اكس وعندي اكس، عندي اربع اكسات. بس انا عندي هنا قلت هدخل اكس 2 مكان اكس 2، يعني هكتب هنا اكس، هكتب هنا كده اكس 2، هكتب اكس 2. هقسم كل القيم. انا لما اجي اقسم، انا لما اجي اقسم 16 على واحد او كل القيم على واحد هيديني نفس الارقام، فرايح نفسي واروح كاتبه كل الارقام زي ما هي. يعني هكتب هناك 16، هكتب هناك 16 صفر واحد سالب واحد سالب 3 على 5 صفر 2 على 5 صفر صفر. تمام. انا نقلت فوق برضك نفس القيم السي والبيزك والليفل والحد اكس 8. اما اجي ابص هنا برضو، انا عندي هنا هناخد بقى من فوق الاول. انا عندي اكس مين؟ عندي اكس 1 واكس 5. يعني هكتب هنا فوق، هكتب الناحية دي اكس 1 واكس 5، وهكتب هنا اكس 8 اللي موجودة عندي تحت. انا عندي هنا القيم في صفر، يعني لو حطيت هناك كده صفر وحطيت هنا صفر وحطيت عليه دايرة وحطيت هنا صفر وحطيته في دايرة كده وجيت اقول صفر في كل القيم ده هيديني صفر. يبقى اذا انا برضك هريح نفسي واحط كل القيم دي زي ما هي، لان لما اجي اقول صفر في اي حاجة، مش احنا كنا بنقول القديم ناقص الجديد؟ الجديد كنا بنضرب مثلا الصفر في القيمة اللي هي كنا هنقول 32 ناقص صفر في 16 هيطلع لي برضك ال 32. فهريح نفسي وانقل القيم كلها زي ما هي، بتاعت مين وبتاعت مين؟ بتاعت اكس 1 واكس 5، لان هنا بصفر وهنا بصفر، فروح نقلها زي ما هي. لما نيجي عند اكس 8 هنلاقي واحد برضو، فلما اجي اقول واحد في كل القيم هيديني كل القيم، يعني هيديني نفس القيم. فرايح نفسي برضك واقول 20، مش احنا كنا بنقول 20 20 ناقص الواحد؟ هنا عندي دي بواحد، هقول احنا كنا بنقول 20 هتبقى 20 ناقص واحد في 16، يبقى 20 ناقص 16 هيديني هنا 4. طب ما اجيب الدالة ذات نفسها واطرحها من الدالة، يعني اقول اجيب اكس 8 اطرحها من اكس 2 على طول، يعني اقول 20 ناقص 16 هيديني 4، واقول 0 ناقص 0 هيديني 0، واقول 1 ناقص 1 هيديني 1 ناقص 1 هيديني 0. هنقول اكس 8 20 0، بعد كده هنا واحد، هنا واحد، وهنا صفر صفر، كل القيم صفر ما عدا ديت وسالب واحد، وهنا كل ده بصفار. هنجيب الزي وهنجيب السي ماينس زي، هنجيب الزي وهنجيب السي ماينس زي. انا عندي اكس 1 كان بكام؟ 70، اكس 5 مفيش، اكس 2 ب50، اكس 8 بسالب ام. هنجيب السي هتطلع هنا 30 40 هنا 4 0 4 0 0 0 0، وبعد كده 1، بعد كده 3 على 5 3 على 5، بعد كده 0 2 على 5 اتنين على خمسة سالب واحد واحد. هنجيب بقية القيم 30 40 ماينس 4 ام،
يطلع لي هنا 70، هنا 50، هنا 90 ناقص ام، بعد كده هنا 26 ناقص 3/5 ام. جت منين الام؟ ما احنا هنا دي 3/5 اهي، 3/5. اما اجي اقول 4/75 ناقص 3/50 زائد 3/5 في سالب ام، هيطلع لي 26 ناقص 3/5 ام. بعد كده هيطلع لي هنا صفر، هنا 6 - 2/5 ام، وهنا ام، وهنا سالب ام، سالب في سالب بموجب ام، وهنا 1 في سالب ام بسالب ام. هنجيب هنا ماينس ام، وهنا عندي هنا قيم 70 50 60، هقول اللي فوق ناقص اللي تحت هيديني هنا صفر، هنا صفر، هنا هيديني 30 30 زائد ام، وهنا هيديني سالب 26 زائد 3/5 ام، وهنا هيديني صفر، وهنا سالب 6 زائد 2/5 ام. انا بجيب من ليه غيرت الاشارات هنا؟ ما لما اقول سالب يعني مش هنا صفر، يبقى صفر ناقص سالب 6 ناقص 2/5. لما احط دول جوه قوس واحط قبليهم سالب كده هيطلع لي الارقام سالب 6، هتتغير معايا الاشاره، الموجب هيبقى سالب والسالب هيبقى موجب. هنا هتطلع لي سالب ام، هنا سالب ام مع سالب ام هيطلع لي بصفر. انا هدخل ازاي القيم؟ هدور على القيمه الموجبه، انا دورت هنا ما لقيتش الا دي برضو، فهعمل لها انتر. فكده هدخل مين مكان مين؟ انا عندي هدخل اكس 3 بس مش عارفه مكان مين، فاحط دايره برضو عشان عينيا لان الارقام كتيره هتخش في بعضها. فهنقسم الليفل على الاكس 3، 32 على 2 فيها 16. لما انا عندي هنا سالب وهنا سالب وهنا وهنا 4، يبقى انا هعمل دروب لاقل قيمه، يبقى انا هدخل اكس 3 مكان اكس 8. لما اجي ادخل اكس 3 مكان اكس 8، انا عندي هنا اكس وعندي هنا اكس وعندي هنا اكس، جبت انا عندي هنا شغاله على الجدول ده،